طارق شبه اليثر يبصيح ويطلب منهم ويلنا يا اخوان جنازة لكم بلا جاي الناس حيكم يا أهل المروة ارقص صافنا التنهاب ليتسابق هبوب الريح أريدك توصل الهاشم وبصوت المناحة تصيح يا هاشم شيلوا بيرغكم اللو طاحت شميس ما يطيح هزوا البيرغ الأخضر الكل نريدها تحضر عراض الموسى بن جعفر من جفوفهم يا اكرام اخذوا لنا عشب القوة يا هاشم شمس من عدكم بليل السجين محبوسة موسى قطعوا كبده حضروا ليه الموسى حمامي الأربع يشيلون نعش الوفاء وناموسى ضاق الماء بشار ضاق تحز برقبته طواق ترضي السلسلة بساق ينطق على الوجه لو راد من شباك يتهوم هدوا خلي ميل الكون ردوا المال هم رداد يقول ابو كميل كرار حسين الكربلائي هدوا خلي ميل الكون ردوا المال هم رداد وكتبوا على السما والقاع شيخ القاع ما ينقاد يا قال يثرب بناديكم خلت المعبر وبغداد شدوا لثامكم والحيل خلت تنردم خيل بخيل يشموس بظلام الليل هاي الساعة ساعتكم الراحلكم شهم يسوام بويا صواربكم بحر الموت روج بروج متلاطم عجب بيوتكم لليوم بيها الضيم متراكم شلون عيومكم تغفى وغريب جنازة الكاظم بويا غريبة 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 جنازة الكاظم يا اهل الغيرة شيلوها وفوق الجسر خلوها عيون الدنيا فوق سوقه نظرات الشمات نار بيها قلوب تتشوى ساعد الله قلب الامام الكاظم ساعد الله قلب الامام الرضا بهذه الليالي ليله الاستشهاد التي نعيشها بحزن كاظمي وبكاء رضوي نعم من حضره الامام الكاظم عليه السلام نبكي على مصابه وش نقول له للكاظم نقول له يا هاشم يا سياد القوم غديت على الوسيع ضياع
يا هاشم دمكم الطاهر ترس كل شبر من القاع يا هاشم ليمت الموعود يرد كل صاع مية صاع كم بيت العلي يحرقوه كم من حار شميس قطعوه حتى بالمهد ذبحوه لابد رايته تنشال من شف وفل الخوة بويا من شايف وفل الخوة قال الراوي أن علي بن سويد قد اتصل بالإمام موسى بن جعفر يلا أبيات من النعي والرثاء وذكر بعض من مصيبة الإمام الكاظم قال الراوي أن علي بن سويد قد اتصل بالإمام موسى بن جعفر وهو في طامورة السندي بن شاهك فسأله سيدي متى الفرج لقد ضاقت صدورنا قال له الإمام إن الفرج قريب يا ابن سويد قال متى سيدي قال يوم الجمعة ضحا على الجسر ببغداد يقول علي بن سويد ذهبت إلى بيوت الشيعة أطرقها بابا بابا أبشرهم بموعد خروج الإمام من السجن فلما جئت أنا وجمع كثير من الشيعة في ذلك اليوم إلى جسر الرصافة وإذا بجنازة مطروحة والمنادي ينادي هذا إمام الرافضة قد مات حتف أنفه فانظروا إليه فجعل الناس يتفرسون في وجهه وإذا به سيدي ومولاي موسى بن جعفر أي رحم الله من نادى وإمامه أي رحم الله ياه من نادى وسجينا فأخذ علي بن سويد بالبكاء والنحيب عند رأس الإمام فبينما هو كذلك إذ مر به طبيب نصراني كانت بينهما صحبة فقال له ابن سويد أقسمت عليك بالمسيح إلا ما رأيت ما سبب موت هذا المسجى قال اكشف لي عن باطن كفه فكشف له عن باطن كف الإمام فأخذ ينظر فيها وهو يهز رأسه قال ابن سويد أخبرني ما رأيت قال يا ابن سويد ألهذا الرجل من عشيرة قال بلى هذا موسى بن جعفر سيد بني هاشم قال يا ابن سويد ابعث إلى أهله فليحضروا وليطلبوا بدمه فإن الرجل مات مسمومه ألف يا حيف ليف وإكثار وسافه يظل نعشك على جسر الرصافه وطبيب القلب وطبيب القلب بجفك وشافه يقول ولا عشيرة الغاذة تظهر الله يا موسى بن جعفر سيدي اليوم هذا الجمع الغفير وهذه الرايات التي قد رفعت والتي قد نصبت على طريق المشي التي قد أتت قد قدمت لحضرتك الشريفة ما هي إلا صرخة من سجنك يا موسى بن جعفر جينا ننشد عن سجن طامورة وليش مشكات الله بأي مكسورة جينا ننشد وين محبوس البعيد وليش الدوق بسلاسل من حديد يا الزاير يا الجاي تسمع يا الزاير ابكي على الكاظم يا من تسمع نداء البكاء والناعي ابكي على الكاظم بويا جينا ننشد وين محبوس البعيد وليش الدوق بسلاسل من حديد وليش مربوط الرجل ويدع لأيد وهذه يا ظلمة لتغطي نوره
جينا ننشد عالسبب سجن الإمام، جينا ننشد عالسبب سجن الإمام، وليش كل ما يخلص يزيدون عام. ما صح عقل الذي شاف الحمام على شباك الطيور تزورا. جينا ننشد وين ما مشي عصار، وليش ما يعرف الليل من النغار. والله ملينا حياة الانتظار، ويدري بينا قلوبنا مقصورة. جينا ننشد عن حبل الله المتين، ضاعت اخبار علينا من السنين. ولو نشوف نذر يا ام البنين، يا ام البنين عليك نقرا الفاتحة مشكورة. جينا ننشد والبشارة من الحبيب، جينا ننشد والبشارة من الحبيب، قالوا الجمعة ترى الموعد قريب. بويا ما عرفنا الجرح يا جمعة يطيب، والله كل مهجة ترى مفطورة. جينا ننشد هالجنازة لمن تميل، يعني جنازة الكاظم عليه السلام قد حملوها أربعة حماميل. جينا ننشد هالجنازة لمن تميل، خبر بس هذا الخبر وقع ثقيل. هذا ما من رافض أصبح قتيل، والله كل الدنيا ما معذورة، ما معذورة، ما معذورة. الأرض تبلع بدن رايح بدن جاي، الأرض تبلع بدن رايح بدن جاي، ومدفن موسى بن جعفر يا 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 بدن يا 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 الأرض تبلع بدن رايح بدن يا. يقول الشاعر جابر الكاظمي: الأرض تبلع بدن رايح بدن يا، ومدفن موسى بن جعفر بدن ياي. العجيبة الثامنة صارت بدن ياي، انحفر وسط الثرى قبر الثريا، يا 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 انحفر وسط الثرى قبر الثريا. بين جرح القيود وصرح الصبر دار حديث الدمع في ذكرى الألم، وحدثت حروف اسم موسى عن مناقب الهموم. فميم الهم معناه محنة وحدة سجين بغداد، وسين السم معناه سوء عاقبة سندي الكفر والإلحاد، وألف الأسف المقصورة أمست مأسورة مقهورة تبكي لحرقة الافتقاد على ما جرى بجد الإمام الجواد. على قارعة الطريق مرت جنازة الأولى تحملها أكتاف التسبيح، مسرعة نحو مثواها الأخير تسير، وتحت ظلها كل قلب أسير. خطوات المشيعين أمام، وبكاء المؤمنين على الإمام، ونداء الزائرين: من أراد تشيع نعش الطيب ابن الطيب فليحضر. زوار ينتحبون ويندبون، وملائكة يشيعون ويبكون. آه عليك يا كاظم الغيظ، آه عليك سيدي، شيعوا نعش الإمام بوقار واحترام، رددوا الله أكبر، ودعوا موسى بن جعفر، شيعوا نعش المعالي والهموم الأبدية. أرض بغداد تنادي قتلوا النفس الزكية. آه يا موسى بن جعفر يا إمام الرافضية، قد بكتك اليوم حزنا كل أرض الكاظمية. هتفت أما يجيب، شيعوا نعش الغريب بأسى القلب المكدر، ودعوا
موسى بن جعفر بين الظالم والمظلوم. عقاب في الدنيا معجل وحساب إلى الآخرة مؤجل. بين الظالم والمظلوم مسافات واسعة المدى ومحكمة قاضيها رب الهدى. بين الظالم والمظلوم حديث بكل زمن يتكرر عن جشع هارون وصبر موسى بن جعفر. بين الظالم والمظلوم حسم قرارات وخصوم، ألم وجراح وهموم، ودعاء إمام معصوم، وحساب الرب القيوم. بين الظالم والمظلوم من قناتكم التي عودتكم على النظرة الحسينية الكربلائية التي تطوف بين أنحاء القلوب، قناة كربلاء المقدسة الحاضرة على حب موسى بن جعفر، التي تحمل أمانة موسى بن جعفر عليه السلام وتسلمها للزوار. ها هي قناة كربلاء المقدسة الحاضرة بكل مناسبة المفتخرة باسم الإمام الكاظم عليه السلام. ها هي قناة كربلاء المقدسة تعزي الزوار وتستقبل المعزين. ها هي قناة كربلاء المقدسة التي قد حضرت مع المشيعين. زرعنا بكل قلب دمعة ولهفة وبكاء، وكاميراتنا منتشرة كالضوء من حول الزوار لكي تنقل المراسيم الرجبية للزيارة الكاظمية في 25 من شهر رجب المرجب الأصب، شهر الاستغفار، شهر الله العظيم الذي استشهد فيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. من المنائر الذهبية والقباب الكاظمية والقناة الكربلائية، من الزوار الذين قد دخلوا من بوابة المراد، الذين يعزفون بقلوبهم نغمة داود ولكن بصوت حزين يترجم: آه عليك يا موسى بن جعفر، آه عليك يا شهيد السجون، آه عليك أيها المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. فالإمام لم يبق غريب لا وحق الإمام الغريب، فالإمام له شيعة يعزون يأتون من كل حدب وصوب، يمشون كأنهم الدماء تسري في الشرايين. واليوم الشريان الأبهر هي أرض الكاظمية المقدسة، الشريان الأبهر متصل بزيارتك يا موسى بن جعفر. نعم رددوا معي، فلنخرج بهذه القصيدة ومن الطاقم الكربلائي ومن مكتب بغداد من أرض الكاظمية المقدسة، وعبر هذه الزيارة المتجمهرة المليونية نردد سوية على حب كاظم الغيظ موسى بن جعفر باب الحوائج. يا باب الحوائج، يا باب الحوائج، يا باب البيده، يعني الكعبه محبوسه. صلوا محبوسه، هذا السجن بيده، يعني الكعبه محبوسه، مجرمها قاضيها. ما اسمع صلى بطامورة سجن ظالم. ايديك ايديك ارفعها. صلوا لمن صلى بطامورة سجن ظالم، صلى العريش لجله كل من صلى على الكاظم، كل من من تحضر المجلس وتشارك عزا القائم، من تحضر المجلس وتشارك عزا القائم، جن عالجسير حاضر بشيل جنازته مساهل. بارك الله بيك يا موسى بن جعفر، قل لك بني لك خادم. يا الله
يا موسى بن جعفر قل لك طن لك خادم لا تصدق يردك بس حلف بضلع فاطم لا تصدق يردك بس حلف بضلع فاطم يا صاحبي الحاجة اطلب حاجتك منه من تدخل القبته جنك داخل الجنة يا صاحبي الحاجة اطلب حاجتك منه من تدخل القبته جنك داخل الجنة والشدة يقضيها شاهد تظل هلا هلا والشدة يقضي يا رجب يا رجب صلوا ما زلنا خطوة بخطوة ودمعة بدمعة ولهفة بلهفة بكاء يتبع بكاء عزاء يتبع عزاء راية تتلو آية وآية تتلو آية بحضرة كاظم الغيظ تتلى آيات الصبر وتترجم على شكل زيارة كاظمية رجبية مباركة عظيمة وبحضور كربلائي فريد في هذه الزيارة ومن قناتكم قناة كربلاء المقدسة نحييكم وعبر البث المباشر لا نكل ولا نمل وداعة العباس أبو فاضل وداعة موسى بن جعفر ما نتعب ليش؟ لأن المال يسوى لأن الإنسان شنو يريد يحصل من هاي الدنيا غير محبة آل البيت والرزق الكبير هو شفاعة آل البيت عليهم السلام لذلك دائما عندما نقرأ في الزيارة الكريمة نقول اللهم ارزقنا شفاعة الحسين في الدنيا والآخرة وشفاعة الحسين هي شفاعة للكل شفاعة الحسين معناها شفاعة الكاظم معناها شفاعة الأئمة المعصومين معناها شفاعة النبي معناها الشفاعة من محمد إلى المهدي فاليوم احنا محظوظين بخدمتكم يا زوار موسى بن جعفر العزاء قائم بليلة الاستشهاد وانا اعتبر عذرا يعني عندي فد يعني فد طقوس خاصة بأداء الحلقة انا اعتبر هذا المكان هو منبر فراح ادق المنبر واقول له بختك يا منبر الحسين قناة كربلاء تابعة للعتبة الحسينية وتمثل العتبات المقدسة يا أخواني فاليوم ببركات الإمام الحسين وأنفاس الحسين عليه السلام عندنا حظ وبخت أن احنا جايين نقدم حتى نخدم زوار موسى بن جعفر فندق هذا المنبر اللي دائما ما جلس على هذا المنبر من خدام الحسين من إخواننا وأخواتنا من مقدمين برامج وفضلاء وخدمة الحسين وكل الناس اللي يجون في هذا المكان المقدس إلا ولديهم حظ عند الله عز وجل يعني عندهم حظ وبخت فندق هذا المنبر ونقول له يا إلهي بجاه موسى بن جعفر وغربة موسى بن جعفر تنطينا طولة العمر والعافية والبركة والرزق للسنة القادمة حتى نرجع بعافية وصحة نخدم موسى بن جعفر وزوار موسى بن جعفر والله حلوة لما نشيب بحب موسى بن جعفر إلهي خدام الحسين في قناة كربلاء إلهي زوار موسى بن جعفر إلهي كل من هذه المنظومة الخدمية أو الخدمية في خدمة موسى بن جعفر عليه السلام وفقه وأطل في عمره ومن الجميل أن تطال أعمارنا أو أن الله عز وجل يطيل بأعمارنا لأننا خدام للحسين إلهي بحرمة موسى بن جعفر اجعلنا نعم الباكين على مصاب الإمام موسى بن جعفر الله يتقاكم الله بالخير والعافية ودائما عودتكم قناة كربلاء المقدسة على أن تكون دائما حاضرة بكل الأحداث واليوم حدث مو اعتيادي ليلة شهادة إمام الصبر موسى بن جعفر عليه السلام الذي هو يعتبر وريث محمد وريث علي وريث فاطمة وريث الحسن وريث الحسين وريث علي بن الحسين وريث الباقر ووريث الصادق وجد الأئمة وجد الإمام الغائب عليه السلام وأبو الإمام السلطان وأبو حنينة القلب السيدة معصومة سلام الله عليه اتفضلوا يا زوار موسى بن جعفر والله مو بس قناتكم قناة كربلاء مفتوحة قلوب خدام قناة كربلاء واللي موجودين إخواننا في مكتب بغداد وفي قنوات كربلاء المقدسة مفتوحة كلها قدامكم
قلوبنا وأبوابنا وباب موسى بن جعفر سلام الله عليه، والاتصالات كلها بخدمتكم وعلى بركة موسى بن جعفر. أفلح من صلى على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد. تفضلوا يا زوار موسى بن جعفر. نعم يا هدى من بغداد، سلام عليكم ورحمة الله. تفضلي الحضرة الكاظم سلام الله عليه. السلام عليكم يا باب الحوائج. يا باب الحوائج، عظم الله أجورنا وأجوركم بذكر استشهاد الله يعظم أجرك وأجرنا بجاه مولاي أبو طلبة صاحب العصر والزمان وراجع الدين العظام بذكر استشهاد سيدي ومولاي موسى بن جعفر باب الحوائج. نعم. السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الإمام الصالح. نعم. السلام عليك أيها الإمام الزاهد، السلام عليك أيها الإمام العابد، السلام عليك أيها الإمام السيد الرشيد. نعم. السلام عليك أيها الإمام المقتول الشهيد، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن وصيه، السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر. نعم. ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا موسى بن جعفر، رحمة الله على خلقه يا سيدنا وإنا أشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، اشفع لك الإمام الكاظم. شكرا جزيلا، الله يتقبل عملك إن شاء الله. نعم يا أخت تقوى، تفضلي الحضرة موسى بن جعفر وقولي يا باب الحوائج اللهم صلي على محمد. نعم من بلد، رددي وعرجي لهذا البلد بندائي يا باب الحوائج. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد وباب الحوائج. أحسنتي أحسنتي. نعزيكم في هذه الليلة العظيمة وهي ليلة استشهاد موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. نعم. ونعزي صاحب العصر والزمان الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه. السلام عليك يا باب المراد، السلام على باب الحوائج موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك أيها المعذب في قعر السجون، السلام على الإمام محمد الجواد عليه السلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على قمر العشيرة قمر بني هاشم الإمام العباس عليه السلام، السلام على زينب الحوراء الكبرى ورحمة الله وبركاته. نسألكم الدعاء لشفاء جدي السيد محمد عبد الرزاق. نعم. وجدتي العلوية فوزية عبد الرضا العلوية. وأيضا أحمد طالب للنجاح. نعم. عروبة محمد عبد الرزاق للعافية. نعم. طالب رحيم للعافية والرزق. طالب رحيم مو يمكن؟ أي نعم. وأيضا أخوالي للرزق وجميع من أوصاني بالدعاء والزيارة. أحسنتي جزاك الله خير، شكرا لك، الله يتقبل عملك إن شاء الله. شكرا يا أخت تقوى من بلد، دعواتكم إن شاء الله، ولا تنسونا إن شاء الله من دعواتكم، وإحنا إن شاء الله بدورنا إن شاء الله نزور نيابة عنكم. وخلونا نأخذ أم يحيى من كربلاء المقدسة. تفضلي لحضرة الإمام الكاظم بقلب ملهوف، وقدمي حاجتك قدام موسى بن جعفر وقولي يا باب الحوائج. يا باب الحوائج، يا باب الحوائج، يا باب الحوائج، يا باب الحوائج، يا موسى بن جعفر، يا موسى سلام الله وسلم عليك يا سيدي يا مولاي. أيوة. يا مظلوم اليوم فاتحة موسى بن جعفر، ليلة فاتحة موسى بن جعفر. اي والله موسى بن جعفر. اه يا موسى بن جعفر يا الله، يا موسى بن جعفر من زوارك، تعال من زوارك يا موسى بن جعفر. نعم. يا سيدي يا مولاي ومعتمدي واسع، سلام الله عليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، الله يتقبل عملك وبكائك وتفاعلك، جزاك الله خير. خلونا ناخذ أم سلمة من القطيف، سلام على كل أهلنا بالقطيف وبالإحساء، والله إن شاء الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. أم سلمة تفضلي وسلمي على إمامك موسى بن جعفر ورددي يا باب الحوائج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، شرفتي أبويا، تفضلي تفضلي. السلام على الإمام الكاظم سلام الله عليه بالجواد باب الحوائج، سلام على العراق كله، حياك الله باسم العراق وأهل العراق، حياك الله. تفضل. الله يحفظ العراق، أنا عراقية بس مقيمة بالقطيف. أنعم وأكرم على راسي إن شاء الله. إذن لعد مشتاقة لموسى بن جعفر، مشتاق الحضره. ميتة على بلدي، ميتة، ميتة على بلدي. هويلي عليك يا موسى، ميتة على بلدي. قل لي للموسى بن جعفر، قل لي لسيدي أريد من عندك تكتب لي الزيارة. أنا مو تكتب الزيارة، أنا أريد أرجع البلد وأعيش بلدي، بس لأن أنا واقع مصايب كبيرة وهدي، بس كنت الله تدعي لي يهدي لي بنيتي بس. والله ما أنساك، قل لي لا يا غريبة أنا غريبة يا موسى بن جعفر.
يا غريبة يا مسلمة زحفر، أنا غريبة تهديني بنيتي بس، تهديني بنيتي بس، ما أقدر أفارق بنيتي وأرجع للعراق، ما عندي أحد في العراق لأني يتيمة. إن شاء الله موسى بن جعفر يقضي لك حاجتك يا أبويا. يلا بأمانة موسى بن جعفر، اليوم كل حوائجنا بأمانة موسى بن جعفر، بأمانتك يا أبو طلبة. تسمع تسمع الاستغاثة سيدي ومولاي. بس اسم بنتي سلمى الله يهديها، وإن شاء الله الله يهديها إلي يا رب، الله يهديها إلي. ترى عندك الإمام موسى بن جعفر هم كانت بنيته عنا بعيدة، السيدة معصومة، فتقولي له ببنيتك معصومة، بداعة بنيتك. جربة إمام الكاظم، جربته كل شيء منطيني، ما كل ما مديتي ينطيني، كل ما مديتي هنا ينطيني، لأن أنا من الكاظم، أنا ساكنة بالكاظم، أنا بنت الكاظم. الله يقضي لك حاجتك خيتي. الله يقضي لك حاجتك ان شاء الله. على راسي مقضيه حاجتك ان شاء الله. الله يرزقك باقرب فرصه زياره موسى بن جعفر، وان شاء الله مسهله كل اموراتك. مقضيه حاجتك يا ابويا. ام عماد من محافظه بغداد، تفضل يا ام عماد. سلام عليكم. قول يا باب الحوائج. السلام ورحمه الله وبركاته. تقبل الله اعمالكم ان شاء الله، زياره مقبوله يا ابويا. الله يعظم اجرنا واجركم ويديم الدمع علينا والتاثر على الامام. في مشارق الارض ومغارب بهاي الليله الفاجعه الكبرى استشهاد سيدي ومولاي الامام موسى بن جعفر باب الحوائج. نعم. اللهم من عزك بيت الرسول اجمعين. عظم الله لك الأجر يا بقية الله في أرضه وحجته على أرضه سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب الحوائج يا قاضي الحاجات يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى حفيدك محمد الجواد. السلام عليك وعلى ولدك غريب الغرباء شمس الشموس أنيس النفوس علي بن موسى الإمام علي بن موسى الرضا بعيد المدى ومنار الهدى الإمام الثامن الضامن ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى بنتك الغريبة باب الحوائج ما وقفت وطلبت منها وقصرت من نحشاها من التقصير سيدتي ومولاتي. والله تنطي وزيادة بجربها أنا. أقسم عليك الليلة باستشهاد أبوك الشافين وتعافين كل مريض يسمع صوته وين مثله بالأطباء خلص عمره وخلصين الليلة يا سيدتي ومولاتي. سيدي ومولاي أنت باب الحوائج وأنت غريب بغداد المن أشتك غيرك. الأطباء ملتني ما خليت خارج الأوراق أخذت الأوراق أجلس سيدي ومولاي مليت صبر صبرتي صبركم ما نجيب احنا ما نقدر. فأريدك الليلة من بابك باب الله المفتوح انت تنادي رب العظيم يخلص كل مريض مثل حالتي ويخلصني تعبت ولدي وانا تعبت. الله يقضي لك حاجتك ام عماد، مأجورة ان شاء الله. اشكرك ابويا ان شاء الله مقضية حاجتك، والله يسهل كل امورك ان شاء الله الدنيا والاخرة بحق محمد وآل محمد. خلونا ناخذ ابو حيدر من الديوانيه. السلام عليكم ابو حيدر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا سمي الكليم جئتك اسعى والهوى مركبي وحبك زادي يا باب الحوائج. يا باب الحوائج يا باب الحوائج يحفظك يحفظك يا مولاي يا موسى بن جعفر. نعم ورحمه نعم الله وبركاته. اشهد انك الامام الهادي الولي المرشد وانك معدن التنزيل وصاحب التاويل وحامل التوراه والانجيل وعالم العدل والصادق. نعم والصادق العامل يا ولي الله. نعم. اني ابرأ الى الله من اعدائكم واقترب الى الله بموالاتكم، فصلات الله عليكم وعلى ارواحكم وعلى اجسادكم وعلى جدكم وعلى محبيكم ورحمه الله وبركاته. استاذ كرار عين اسجل اسماءنا يمك بلادك معنا. تفضل تفضل يا عزيزي. شنو هي الاسماء؟ ابو حيدر من الديوانيه وام حيدر. نعم ام حيدر. نعم شنو الاسماء؟ وحسن وحسن ورقيه واساور. اريد ركعتين تهدينا يا اهل الامام موسى بن جعفر باذن الله تعالى اذا الله وفقنا ان شاء الله. كل خير ان شاء الله. على راسي مولاي. شكرا جزيلا مولاي. الله يقضي لك حاجتك مولاي. شكرا لك شكرا لك. اذا من البصره الفيحاء للكاظميه الغراء، تفضل يا ابو فهد من البصره وردد معي يا باب الحوائج. يا باب الحوائج يا باب الحوائج تفضل مولاي. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. اي تفضل تفضل ابو فهد. السلام عليك يا باب الحوائج. احسنت. السلام عليك يا باب المراد.
السلام على المعذب في قعر السجون. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. نعم. نعل الله نعل الله من ظلم حقك. أحسنت يا أبو فهد، شكرا جزيلا لك يا عزيزي. خلونا نأخذ علي من لندن من بريطانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا علي، تفضل لحضرتي الإمام موسى بن جعفر وردد يا باب الحوائج، زيارتك مقبولة مقدما إن شاء الله. السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا باب المراد، السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. نعم نعم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، السلام عليك يا قبر العشيرة. اللهم ارحم سيدنا ومولانا الإمام موسى بن جعفر، نسألكم الدعاء لنا وفي الغربة كما لدينا العلوية مريضة، نسألكم الدعاء بالشفاء لها ولأولادي. شنو اسم العلوية أمنا؟ أم زين العابدين. أم زين العابدين يحفظها ويشافيها بحق زين العابدين يا الله، ويفرح قلبك جاه محمد وآل محمد، وإن شاء الله بأقرب دعوة وفرصة تأتي إلى أرض الحسين وتزور العراق وتزور العتبات المقدسة وتشرف تتشرف بزيارة الكاظمية إن شاء الله. بخدمتك مولاي على رأسي، الله يشرف بكم، حياك الله. قول يا باب الحوائج، وإن شاء الله كل دعواتك مجابة وكل حوائجك مقضية ببركة الإمام موسى. يا رب يحفظكم ويرحم والديك عزيزي. كل شرفت شرفت يا مولاي، الله يرحم والديك، قبول الأعمال إن شاء الله. تحيتي متواصلة إليك يا مولاي، جزاك الله خير، أشكرك يا عزيزي. شكرا يا باب الحوائج، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم مستمرين من خلال قناتكم قناة كربلاء المقدسة، وأم وسام من بغداد. السلام عليكم يا أم وسام. السلام عليكم يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، نعزيكم بهذا المصاب، مصاب بالرضا موسى بن جعفر. نعم من مولاي أبو نعزي الرضا أبو محمد بهذا المصاب أبوه، ونعزي فاطمة المحسومة مصاب أبوها. أحسنتي. نعزيكم بهذا المصاب يا باب المراد، أيوة رجع زوارك سالمين غانمين لأهاليتهم، عظم لنا ولكم الأجر يوم الشباب. الله يثبت أجريك ويعظم أجريك وأجرنا وأجور المؤمنين. عليكم السلام على الحسين وعلى علم الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى فضل العباس قمر العشير وعلى زين الحسين وعلى العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، يشافون كل مريض وحده من بعده يا رب، يشافون كل مريض يا موسى بن جعفر يا ابو الرضا يا حلال المشاكل يا طبيب بغداد، اريد الشفاء والعافيه وتعدنا من زواره ان شاء الله ان شاء الله. سجلنا رساله بعد امك كذلك، يحفظكم الحسين مخادمك على راسي عيونتي، شنو هي الاسماء؟ سجل ابو سجل شذا ونور، أي نعم. يحفظكم الله وحازم يعطيكم العافيه، وابو حازم مريض والله يمه، اريد العافيه من الله من موسى بن جعفر، وادعي لي يا موسى بن جعفر ما اقدر امشي وسط يمه ان شاء الله. يحفظكم الله ويستر عليكم ان شاء الله بجاه بجاه حيل الامام من حيل الامام ودعوه الامام وبركه الامام ان شاء الله، يعطيك العافيه يوم السلام ان شاء الله يعود عليكم كل سنه وكل عام. الله يرضى عليك عبد الله حسين، الله يخليك يتقبل عملك. هنيئكم هنيئكم هاي خدمه الحسين، والله هنيئا ان بيكم، هنيئا ان بيكم، تاج راسي تسلمين امي، الله يرضى عليك. شكرا على الدعوه الطيبه. خلونا ناخذ حسين من واسط، تفضل يا اخي حسين، ردد يا باب الحوائج، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم يا حسين. اجورنا واجوركم، حياك الله، تقبل الله عملك واعظم الله لك الاجر. اعظم الله اجورنا واجوركم بمصابنا سيدنا ومولانا الامام باب الحوائج سلام الله على موسى بن جعفر الكاظم، عظم الله لك الاجر. نعم. سيدي ومولاي أبا الحسن الرضا، عظم الله لك الأجر يا سيدتي ومولاتي. نعم. يا فاطمة المعصومة سلام الله، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرضوض بحلق القيود،
والجنازة المنادى عليها بذل الاستخبار، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بيرث المغصوب وولاء المسلوب وسم المشروب ودم مطلوب. السلام عليك يا أبا الحسن الرضا، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام على سيدي ومولاي محمد بن علي الجواد. ذات كرار الله يعطيك العافية. الله يخليك، الله يتقبل عملك. الليلة العظيمة عند الله وعند رسوله وعند الزهراء عليها السلام. سلام الله عليه. ذكرى استشهاد سابع الأئمة سلام الله عليهما. سيدي ومولاي باب الحوائج، أريدك تدعي للجاه الكاظم عليك إن شاء الله، بجاه الكاظم وبدعوة الكاظم وبلهفة الكاظم وبغربة الكاظم. الله يعافيكم. سجل اسم أخته صبيحة وسليم بالزيارة، وسجل أم علي للشفاء وأم محمد. الله يطول عمرك خادم. الله يستر عليكم وعلى كادركم بعد قلبي لحق هذه الليلة. الله يسهل أمرك إن شاء الله بجاه الحسين أبا عبد الله. مقبول أعمالك، الله يعزك، تقبل الله عملك إن شاء الله. شكرا لك. من عندنا أستاذ علي اللامي؟ تحياتي لك من كربلاء. من عندنا؟ من عندنا من كربلاء المقدسة؟ سلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا باب الحوائج. السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجرنا وأجركم. الله يثبت أجرنا وأجرك بجاه مولاي أبو طلبة موسى بن جعفر. السلام عليك يا موسى بن جعفر. يا موسى بن جعفر. السلام عليك يا سيدي يا أسد بغداد. نعم. السلام عليك يا راهب آل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا مظلوم، يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى حفيدك الجواد. السلام عليك وعلى ابنك الإمام الرضا. أظنتك معصومة، عظم الله أجرهم، أجر سيدة مولاتي فاطمة المعصومة. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله وشافي وعافي كل مريض، شافينا وطينا الصحة والعافية يا رب. بحق محمد وآل محمد، إلكم ولنا بحق محمد وآل ولجميع المرضى ولا زوار موسى بن جحفر، بحق محمد وآل محمد إن شاء الله سالمين ويرجعون لأهلهم، بحق محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، وأزور صالة عني وعن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن السيد علي السستاني والجيش والحشيد والقوات الأمنية والشهداء وأهل الزوج والأولاد والبنات والأخوات والأخوات ولجميع صوتي لا قناتكم ولا حضرت محمد وغير محمد. بحق محمد وسيد عبد الله المرحوم إن شاء الله يرحمه رحمة الواسعة، وام علاء وام جاسم وام نوال، ويعطيك الصحة والعافية يا أم كرام. شكرا جزيلا. الله يتقبل عملك ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. اخواني الاعزاء، طبعا انا ما ناسيكم ابدا من دعواتي ومن الزياره، والله شاهد ورقيب. انا يعني قايلها سابقا، يعني اي ضريح من الاضرحه ادخل واشرف بالزياره المباركه، فكل شيعة امير المؤمنين هم شركائي بالدعاء والزياره، واتمنى لكم قضاء الحاجه. اللي وصلونا الرسائل الان يعني على الارقام الخاصه لقناه كربلاء المقدسه وصلت رسائلكم ان شاء الله، وانا نساكم من الدعاء والزياره، وان شاء الله كلكم ايضا بعيني صاحب العصر والزمان، ارواحنا لمقدمه الفدا. كذلك ما ننسى اخوتنا الاعزاء اللي موجودين في مكتب بغداد اللي ينقلون هذه الوقائع الصادقه التي هي باسم الإمام الكاظم عليه السلام. وكذلك تحية مخرج البرنامج الأستاذ علي داود رحمة الله على روح والدتك خوية تاج راسي، وكذلك أخواني الأعزاء أستاذ علي اللامي والحاج رسول الله إن شاء الله يحفظه، وكذلك أخوتنا الأعزاء الموجودين. أنا الأسماء مو كلها موجودة يمي، بس اللي هم هسه موجودين قدامي على العامة أخوي صامد الله إن شاء الله يحفظه، واللي هم خلف الكواليس أخواني الأعزاء اللي ما قدرت أذكر اسمه، فإن شاء الله أنتم مسجلين يا موسى بن جعفر، عذرا من عندكم إذا واحد نسيته، بس الإمام سلام الله عليه أكيدا وحتما لن ينساكم. عندنا متصل آخر ومستمرين بالزيارة إن شاء الله.
ونردد يا باب الحوائج. قول يا ام علي يا باب الحوائج، ان شاء الله يعطيك مرادك. يا باب الحوائج، اللهم صل على محمد وال بيته. نعم. محمد الطيبين. اللهم صل على محمد. اللهم ربي زد وبارك على الاسلام جميعا، لحب ال بيت النبوه ومعظم ال البيت الرساله. اللهم صل على محمد وال محمد. نعم. اعظم الله اجرنا واجركم. الله يثبت اجرك يا ام تاج راسي، راهب اهل البيت. نعم. صاحب البراهين، تابع الحجج، البررة، السلام عليك يا سيدي يا مولاي، يا صاحب الزمان، أنت المعزى يا سيدي يا مولاي، بذكر استشهاد جدك ابن رسول الله، الإمام، صاحب البراهين، موسى بن جعفر، نعم. السلام عليك يا سيدي يا مولاي، يا موسى بن جعفر، السلام عليك وعلى سيدي ومولاي، الإمام الرضا شمس الشموس. السلام عليك يا سيدي يا مولاي وعلى بنتك سيدتي ومولاتي الشهيدة الغريبة فاطمة المعصومة. أنتم أهل العزاء يا ساداتي وموالي والإسلام جميعا وملائكة السماء والأرض تعزت بهذا العزاء الجلل. سيدي ومولاي يا راهب أهل البيت، نظرة منك للخدماتك يا سيدي يا مولاي، المرضى أنهم على الله عليك في مقامك عند الله بسجنك. أحسنت يا أم علي، جزاك الله خير. بمظلوميتك بسجنك بصبرك، أريد نظرة للخدمة إن شاء الله بصبر الإمام ودعوة الإمام بجاه محمد وآل محمد. خادمك أستر عليك بحفظك الله خادمك. إن شاء الله أسأل من الله أن يوفقك ويوفق الكادر. شنو أكثر من التوفيق دعواتكم أنتم زوار موسى بن جعفر. إن الحمد لله سجل العلوية أم علي، سجل حفيداتي. الله ينطيك، عندي فاطمه ذكرى مصابه بالصرع. يا عيني. الله ينطيك، اريد العافيه. وعندي حفيدتي راد بن الثغري. الله ينطيك مريضه. هسه كتبت فاطمه الله. كتبت فاطمه بنت رباب بعد الحفيده الاخرى شنو اسمها؟ راد بن الثغري مريضه. الله ينطيك. شنو عيديها؟ عيديها ام علي يمه. انا كربلاء الله يعطيك الرضا. هي لك بها اجر عظيم. وليدي هاي ميزان حسناتك. أنا مريضة ومدخولة في البيت، ما أطلع ولا أجي، حصل علي الزيارة. خادمك على راسي، شكرا لك أمي، تاج راسي، أنا ممنون جدا من عندك يمه، تاج راسي، رحمة الله على والديك. خلونا ناخذ حسين من ألمانيا، السلام عليكم ورحمة الله، حياك الله أبو علي. حياك الله سادي مولاي العزيز. أكيد مشتاق لموسى بن جعفر سلام الله عليه. أكيد مشتاق، تفضل وقول يا باب الحوائج. فدوى لتراب الموسى بن جعفر. الله. فدوى لتراب. أي والله. فدوى لتراب، احنا من ألمانيا وياك، عراقيين من ألمانيا. الشرف تحياتي لكل المغتربين في تلك الدولة، والله إن شاء الله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. تفضل. يحفظك الحسين. تفضل بالزيارة، هاي قدامك مناير موسى بن جعفر سلام الله عليه، تفضل بالزيارة مولاي. السلام عليك يا موسى. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا ضريح الإمام موسى بن جعفر وحفيده الجواد عليهم السلام. هاي زوجتي من تريد تسلم يا أخوي. خلت تتفضل، خلت تتفضل، والله فرصة لا تعوض. تفضلي أبويا، سلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا موسى بن جعفر. يا موسى بن جعفر. يا أسد بغداد، يا طبيب بغداد. تقبل الله زيارتك، تقبل الله زيارتك عيوني. بس شرفينا باسمك. انا حكتب حسين وزوجته وذويه وكل ذويه. جزاكم الله خير، اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام عليك سيدي ومولاي موسى بن جعفر. نعم لا تنسوا موعدكم مع الإمام الكاظم عليه السلام غدا على الجسر ببغداد، حيث تشييع النعش الرمزي لخدام الحسين، لهم وقفة جدا كبيرة، بداية من قناتكم قناة كربلاء المقدسة وكل المشاركين بتشييع النعش الرمزي للإمام الكاظم عليه السلام وصولا للعتبة الكاظمية المقدسة. تحية لكم من كل قلبي. الله إن شاء الله يعظم أجر كل واحد خدم باب الحوائج، كل واحد تواضع للزوار أكثر، كل واحد خلى قلبه ويا الزوار، كل واحد تحفى وصار خادم صغير ويا الزوار وما تكبر على الزوار. هنيئا لكم يا خدام الحسين، وهنيئا لنا بكم.
أتمنى لكم التوفيق. تقبلوا تحيتي خادمكم الصغير ملا كرار الكاظمي، وتحية طاقم مكتب بغداد لقناة كربلاء المقدسة، وتحية قناة كربلاء المقدسة الخادمة للحسين والخادمة للإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. تقبلوا التحية المؤطرة والمعطرة بالصلاة على محمد وآل محمد. وكذلك مخرج البرنامج يوصل لكم التحية أستاذ علي داود مع الإخوان الأعزاء في الكنترول بالبث المباشر، تحية لهم إن شاء الله باسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ويبقى النداء على حب موسى، على عشق موسى، على هوى موسى، على نهج موسى، على طريقة موسى عليه السلام. يا بابل كان عالجسير حاضر بشيل جنازة مساهل. بارك الله بيك يا موسى بن جعفر، قل لك من لك خادم. يا الله يا موسى بن جعفر، قل لك من لك خادم.